دبلة جاءت للدنيا قبل شرارة الثورة المباركة بعام، عانت المحنة والوحدة والأسقام. خالقة ورفت قدام الثورة، كما صارت الثورة نخال مطلب ربي يعطوني دار، بارك دار بها ندخل بها راتي وموعيناتي ونقعد للا عد قرد عد للا عد بقع، وهذا خلو ندخل راتي ونفرس ربي نسي زي ما فيها الدنيا دي أي كلها مروحة، لا واحد دايم الواحد. مات والداها وليس لها زوج أو ولد يحن عليها ولا مأوى لها غير كوخ بين الفيافي يؤنسها في وحشة الظلام. لا رواح لا سكن لا مالي لا خوي لا خوي، لم يطلع علي لم يجبي لم يقول خويتي لم يقولها أول يوم سوى بس نخل ولا جب ولا واخد هناية واحد ما يطلع أو ما يغرب بناس ربي حتى اليوم نربط وحدي في الليل. أنا غاد ومريضة ما جدتها ونروح أعطوني السكنة. تأوي الأفئدة إلى بعضها بين الجدران لتنام، أما ذبلة فقد ذبلت مع مرور الليالي والأيام، سترحل لا محالة، فهل من همم لها يا كرام؟